وقبل ما ندخل بقى في تفاصيل حلقتنا، خلونا نروح ونصبح على ليندا عبد اللطيف اللي معانا في الاستوديو ونعرف منها حاله الطقس بقى. ليندا، في يعني الاجواء الصقيعه اللي احنا بنعيش فيها اليومين دول. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا جمانه. صباح الخير يا ليندا. الحقيقه لسه النهارده الجو برد يا احمد فعلا، بس بدايه من بكره هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره والطقس ان شاء الله هيستقر ان شاء الله. يا مسهل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ورجعت مرة تانية الشبورة الكثيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17، وأعلى درجة حرارة في حلايب 23، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 13. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا من القاهرة واللي بتشهد خدمات مرورية لتسهيل الحركة المرورية على مدار اليوم. خلونا نبتدي من كوبري 15 مايو واللي بيشهد سيولة مرورية نسبية وصولا للكورنيش، اللي بيشهد كثافات مرورية للمتجه لميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات للي مكمل لحد المعادي وحلوان وحتى 15 مايو. هنروح في اتجاه كوبري اكتوبر لمنطقة الاسعاف ورمسيس واللي بيشهد سيولة مرورية نسبية، لكن الكثافات هتزيد بعد شوية على طور كوبري اكتوبر لحد نزلة غمرة والعباسية. اما المتجه لشارع بورسعيد للشرابية وحدايق القبة ولحد كوبري السواح والامرية والعكس في كثافات ناتجة عن دخول الطلاب المدارس بتقل مع انتهاء فترة الذروة الصباحية. خلونا نروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة سوهاج، وهنبتدي فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض، في هناك بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافة نسبية، وطريق الحواويش الرئيسي بيشهد سيولة نسبية، أما طريق المنشأة وطريق أخميم جرجة فبيشهد كمان سيولة مرورية في الاتجاهين القادم للمدينة سوهاج أو العكس. أما تقاطع الشارع العشرين مع الكورنيش الشرقي بحي شرق سوهاج فبيشهد كثافات مرورية، كمان تقاطع منطقة الأرقم في تكدس للسيارات في ساعات الذروة وأوقات دخول وخروج التلاميذ من المدارس. هننتقل دلوقتي لمحافظة بني سويف، وهنبتدي من كوبري بني سويف واللي بيشهد سيولة نسبية. هنوصل لكورنيش بني سويف واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، وهنكمل من الكورنيش لحد ما نوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة والمحكمة، واللي الطريق ليهم بيشهد سيولة مرورية. أما طريق السادات وشارع عبد السلام عارف لموقف محيي الدين بتشهد بعض الكثافات المرورية بسبب التقاطعات والدورانات. أما الشوارع المتفرعة من مستشفى الصدر للطريق الدائري في منطقة الزهور وشارع جسر إسلام من الطريق الدائري فبيشهد كمان بعض الكثافات المرورية البسيطة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح لمحافظة مطروح، والإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية وعينت خدمات لمراقبة حركة السيارات أثناء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي والإسكندرية مطروح، وتنفيذ عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 ولحد الكيلو 154، واللي بتستغرق شهرين على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل. وبيتم تنفيذ التحويلات المرورية وهي التحويلة الأولى الاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه مطروح، تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 93 لمطلع الكوبري المؤدي للطريق المستجد الساحلي الجنوبي، واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 127، ثم استكمال السير يسارا من أسفل كوبري كيلو 127 اتجاه مطروح، ثم العودة مرة أخرى للطريق الساحلي اتجاه مطروح. أما التحويلة الثانية فالاتجاه القادم من مطروح اتجاه الإسكندرية، تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 132 يمينا إلى طريق داخلي بمنطقة سكنية،
ثم العودة مرة أخرى للطريق الساحلي مناطق الكيلو 132، ثم سلوك الطريق المستجد الساحلي الجنوبي من مناطق الكيلو 127، واستكمال السير لحد نهاية الطريق في مناطق الكيلو 93، ثم استكمال السير مرة تانية على الطريق الساحلي اتجاه الإسكندرية. أما الحالة المرورية لكورنيش مطروح فهناك في سيولة كبيرة، والشوارع عند مديرية الأمن ومبنى المحافظة وشارع الجلاء الموازي للكورنيش فبيشهد سيولة مرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 15.65 للشراء، أما البيع فبيسجل 15.77. أما اليورو فالبيع بيسجل 17.34 والشراء بيسجل 17.19. الجنيه الاسترليني فبيسجل 20.60 للبيع، أما الشراء فبيسجل 20.43. الدولار الكندي فالبيع بيسجل 12.19، أما الشراء فبيسجل 12.29. الفرنك السويسري فالبيع بيسجل 16.67، أما الشراء فبيسجل 16.80. الريال السعودي البيع بيسجل 4.17، أما الشراء فبيسجل 4.20. الدينار الكويتي البيع بيسجل 51.43، أما الشراء فبيسجل 51.95. الدرهم الإماراتي فالبيع بيسجل 4.26، أما الشراء فبيسجل 4.29. اليوان الصيني فالبيع بيسجل 2.45، أما الشراء فبيسجل 2.47. وبالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 بيسجل 761 جنيه للجرام، وعيار 21 بيسجل 888 للجرام، أما عيار 24 فبيسجل 1014 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب فبيسجل 7104 جنيه للجرام. دلوقتي مشاهدينا هنروح لأحمد وجمانة عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ليندا.